الله الرحمن الرحيم. أولا أريد أن أشكر السيدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي على اختيارها الجزائر كأول محطة لها في إطار زياراتها الثنائية خارج إيطاليا. إن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة لتزامنها مع الذكرى 20 لإبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين الجزائر وإيطاليا. ويجدر في البداية أن أنوه بمستوى العلاقات الاستراتيجية وبالمجهودات المبذولة خاصة في السنتين الأخيرتين لتعزيز شراكة بين البلدين والرفع من حجم المبادلات التجارية التي حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة، حيث بلغ حجمها 16 مليار دولار سنة 2022 بعدما كان حجمها 8 ملايير دولار في سنة 2021، وهو مؤشر يجسد التقارب والمقاربات التي اعتمدناها لبلوغ ديناميكية متصاعدة في مجالات التعاون المتعدد. وبهذه الخصوص جددت للسيدة ميلوني حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي، والتزامها بدورها كممول موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذا الأمر بالنسبة للاستثمار الصناعي بإيطاليا في الجزائر. أما فيما يتعلق بالوضع على الساحة الدولية، فقد عبرنا عن انشغالنا البالغ إزاء تعدد بؤر الصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين وأدت إلى أزمات مقلقة لها تداعيات سلبية على الأمن الغذائي وخاصة في القارة الإفريقية. وفي هذا السياق أبدي ارتياحي لتطابق وجهات النظر حول ضرورة الالتزام بالعمل سويا من أجل المساهمة في إحلال الأمن والسلم على وجه الخصوص في منطقتنا المتوسطية. ومن جهة أخرى، فإن ما لمسته لدى رئيسة الوزراء السيدة ميلوني من مواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية يترجم التقارب الكبير في الرؤى. فبالنسبة للأزمة الليبية، أكدنا على ضرورة التوصل إلى حل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات ودعم مسار المصالحة الوطنية الليبية في إطار الحوار الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة. أما عن الوضع في مالي، فشددنا على وجوب التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وعبرها عن الإرادة المشتركة للتنسيق في مسعى مرافقة الإخوة في مالي وتمكينهم من الدعم السياسي والمالي من طرف المجتمع الدولي، بما في ذلك عبر تعزيز دور البعثة الأممية لمينيسما. وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أنوه بالموقف الإيجابي والمتوازن لإيطاليا الداعي إلى إيجاد حل عادل لهذه القضية في إطار ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة وبما يمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة. ومن هذا المنطلق، فقد تم الاتفاق
على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ديمستورا والبعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية. فيما يخص القضية الفلسطينية فقد أكدنا الموقف الثابت والمبدئي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته في الدفاع عن حقوقه المشروعة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكدنا على ضرورة حمل الاحتلال الإسرائيلي للانصياع لقرارات ولوائح الأمم المتحدة ووقف الانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من الاعتداءات المستمرة. ونحن نتطلع هذه السنة لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. وعلى العموم فقد مكنتنا هذه الفرصة من تقييم وتثبيت مشاوراتنا حول العديد من القضايا الهامة وإضافة مكاسب جديدة للنتائج التي حققناها في طريق توسيع وتكثيف التعاون بين البلدين الصديقين. ومن الخطوات التي أضيفت هو التوقيع بمناسبة هذه الزيارة، زيارة السيدة الرئيسة ميلوني، على عدة اتفاقيات تشمل حماية البيئة والتنمية المستدامة وترقية الاستثمار في مجال الصداقة. وأخيرا أشكر السيدة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني على هذه الزيارة لتدل على الصداقة العريقة بين إيطاليا والجزائر، وأتمنى لها إقامة طيبة بيننا. شكرا. صباح الخير. أنا أود أن أشكر الرئيس تبون والوزير الأول والحكومة بأسرها على هذه الضيافة والاستقبال الرائع خلال هذه الزيارة التي ليست من قبيل الصدفة أنها أول زيارة لي ثنائية أقوم بها في أفريقيا الشمالية والتي تقوم بها الحكومة الجديدة، لتظهر مدى أهمية الجزائر بالنسبة لإيطاليا كشريك موثوق وشريك مهم من الناحية الاستراتيجية. هذه الزيارة كما قال الرئيس تبون تأتي في مناسبة مهمة، وهو الذكرى السنوية 20 للتوقيع على معاهدة الحسن الجوار والتعاون والصداقة التي وقعت في 27 من يناير 2003 هنا في الجزائر العاصمة بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لقد أردنا أن نحتفل بهذه المناسبة الهامة من خلال التوقيع على إعلان مشترك يسلط الضوء على أهمية العلاقات الممتازة بيننا، ونريد أن نقول أيضا أننا لا نريد التوقف عند هذا الحد، نريد أن نختبر هذه العلاقة في مجالات جديدة من أجل تعزيز هذا التعاون في مجال الطاقوي، في المجال الاقتصادي والثقافي والسياسي. إيطاليا تنوي أن تحقق مع الجزائر شراكة يمكن أن تسمح للبلدين بأن يغذيا آفاقهما للمستقبل فيما يتعلق بالنمو والتقدم، أيضا من خلال بناء جسور بين الضفة الجنوبية للمتوسط والضفة الشمالية لهذا البحر، والإسهام في تحقيق استقرار هذه المنطقة التي مهمة جدا بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، وهي استراتيجية جدا بالنسبة لنا. نحن نعتبر أن الجزائر هو شريك بالغ الأهمية فيما يتعلق بخطة ماتي لأفريقيا، هذا المشروع الطموح الذي
أطلقته هذه الحكومة ويرتكز إلى نموذج من التعاون على قدم المساواة مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من أجل تحويل العديد من الأزمات التي نجدها أمامنا اليوم إلى فرص وإمكانات جديدة. إنه هذا ما فعلناه في الفترة الماضية، حققناها بفضل علاقاتنا الجيدة. أطلقنا عليه اسم خطة متي لأفريقيا لأن أعتقد أنه يشرح عما نتحدث. نحن صباح اليوم زرنا الحديقة التي تحمل اسم هذا المواطن الإيطالي الهام إنريكو متي، الذي مما لا شك فيه لعب دورا هاما ليس فقط في تنمية هذه الأمة بل أيضا في استقلالها وتحريرها وحريتها. إنه نموذج للتعاون الذي نحن نريده، نموذج لهذا التعاون الذي يسمح للطرفين والشريكين بتحقيق التعاون بشكل يرضي الجانبين ويسمح بالنمو وتحسين تحسينهما. اليوم تعلمون أن الجزائر هو المزود الأساسي للغاز بالنسبة لنا. تعاوننا الطاقوي يشمل أيضا عملية الانتقال الطاقوي والطاقات الجديدة المتجددة. صباح اليوم تم التوقيع على اتفاقين بين إيني الحاضرة بسيد ديسكالسي الرئيس التنفيذي وشركة نظيرتها الجزائرية. هذا الاتفاق يرمي إلى تسليط الضوء على الخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحد من انبعاث الغازات الدفيئة. هذا يعني من أجل العمل على النمو، وهذا النمو ينبغي أن يكون مستداما كي نسير في الاتجاه، خصوصا على الصعيد الأوروبي الذي نريده. وبالطبع هناك هدف زيادة الصادرات الطاقوية من الجزائر إلى إيطاليا وبالتالي من الجزائر إلى أوروبا من خلال دراسة إمكانية نقل الغاز الموجود وتحقيق أنبوب غاز جديد يسمح أيضا بنقل الهيدروجين ونقل خط الكهرباء تحت سطح البحر وأيضا الغاز المسال. هذه الآلية والاستراتيجية الطاقوية التي نحن نبحث سويا على الإمكانات والحلول المتاحة أمامنا لمواجهة أزمة الطاقة الموجودة أمامنا. بالطبع تعاوننا لا يتعلق فقط في المجال الطاقوي. الجزائر هو أول شريك تجاري بالنسبة لنا في أفريقيا، ونحن إيطاليا أول من زبائن الجزائر. نحن نرى هنا ضرورة في تنوع هذه الشراكة وتعزيز أشكال جديدة من التعاون في مجال البنى التحتية، الاتصالات، في مجال الطب، الصناعة. واليوم تم التوقيع على اتفاق بين اتحاد الصناعيين كونفيدوستريا و كريا، وهناك الرئيس بونومي حاضر معنا هنا اليوم من أجل تعزيز شبكة الشركات الإيطالية في الجزائر والشركات الجزائرية في إيطاليا، وهذا يسير بالطبع في هذا الاتجاه. هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين وكالة الفضاء الإيطالية وبحضور سيد ساكوتشا رئيس ساكوتشا ونظيرتها الجزائرية فيما يتعلق باكتشاف الفضاء والتكنولوجيات المطبقة في المجال الفضائي وعلوم الأرض. هذه التفاهمات كلها جاءت نتيجة اتفاقات مؤسساتية تم التوصل إليها في عام 2022. هناك مجالات عديدة من التعاون الممكن بيننا، ونحن بالطبع نريد أن نستكشف كل هذه المجالات لأن الصداقة الرائعة والتعاون القائم بيننا ولا تسمح لنا بأن نتعرف على بعضنا بشكل أفضل. الأشخاص الحاضرون هنا يعملون هنا يعرفون جيدا هذه البيئة التي يعملون فيها، وهذا أيضا ينطبق بشكل متبادل بالنسبة لنا، وهذا مورد كبير بالنسبة لنا. علينا أن نستفيد منهم. بالطبع كما قال الرئيس تبون حوارنا الطويل كان أيضا مناسبة للحديث عن السيناريوهات الدولية، بدءا بالطبع من مسألة أفريقيا الشمالية واستقرار ليبيا والوضع
الحساس الموجود في مالي حاليا ومنطقة الساحل بأسرها. هناك زعزعة استقرار متنامية التي تثير قلقنا. تحدثنا عن تونس، تحدثنا عن سيناريوهات مختلفة، تحدثنا أيضا كما قال رئيس تبون عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إيطاليا تؤكد أن هناك لابد من التوصل إلى حل الدولتين، إنه الحل الوحيد الممكن، حل تفاوضي بين الطرفين يندرج ضمن المعايير التي يحددها القانون الدولي بشكل يضمن السلام والاستقرار في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذه اللحظة التاريخية، إلى مواجهة الأوضاع الصعبة على الصعيد الدولي المطروحة أمامنا، وعلينا أن نبني المزيد من الجسور قدر المستطاع. هذا ما نفعله اليوم مع الجزائر، وهذا يؤكد هذا الجسر الرائع التي أقامته إيطاليا خلال هذه السنوات الماضية والجزائر ساهمت في بنائه، ونأمل أن يعود بالفائدة على أوروبا كلها، خصوصا فيما يتعلق بعملية التوريد التقوي. شكرا جزيلا لفخامة الرئيس، شكرا للوزراء، شكرا للحكومة الجزائرية على هذه الضيافة الرائعة وعلى هذه الصداقة الممتازة. مساء الخير. ليفيو شيبريانو، وكالة نوفا. سؤال للرئيس تبون. هناك مشروع لإنشاء خط غاز من الجزائر ينبغي أن يصل إلى سواحل سردينيا. في مناسبة عدة تحدثت عن أهمية هذا المشروع فيما يتعلق بالغاز وأيضا فيما يتعلق بالهيدروجين. هل تم التحدث عن هذا الموضوع، وهل هناك إمكانية انطلاقة المشروع، وما هي مدة تنفيذه؟ شكرا. مدة التنفيذ أتركها للتقنيين. أعتقد أنها ستكون قصيرة، ولكن الأنبوب في حد ذاته اتفقنا عليه ومضينا الاتفاق اليوم على أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز في أنبوب يكون أنبوب خاص، ما هوش أنبوب مثل الأنبوب الموجود حالياً، لأنه أنبوب سيضم أولاً الغاز، ثانياً هيدروجين، الأمونياك، وحتى الكهرباء. إذن مشروع هام جداً يجعل من إيطاليا يعني موزع لهذه الطاقات عبر أوروبا، لإيطاليا بحد ذاتها ثم مع أوروبا. شكراً. عبد الكريم بن يطوم، قناة الجزائر الدولية، الجيري 24. سؤالي موجه لسيادة رئيسة وزراء مجلس وزراء الإيطالي جورجيا ميلوني. سيدة جورجيا، أكيد أنكم طلعتم على قانون الاستثمار الجديد، قانون الاستثمار الجزائري الجديد. في رأيكم ما هي القيمة المضافة والأفاق الجديدة التي يفتحها القانون أمام علاقة الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروما؟ أعتقد أنها مبادرة مهمة جدا. الحكومة الجزائرية والرئاسة الجزائرية يقومان بعمل رائع أيضا من أجل تسهيل المزيد من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نرحب ترحيبا كبيرا بكل مبادرة ترمي إلى تسهيل وتحقيق المزيد من الاستقرار في هذا المجال. هناك العديد من الشركات الإيطالية الجاهزة والتي ترغب في الاستثمار في هذا البلد الهام مع هذا الشريك الاستراتيجي الهام. بالطبع نحن مسرورون جدا لأن الحكومة تقوم بهذه الخطوات الهامة إلى الأمام، لأن هذا الأمر سيزيد من حجم الاستثمارات من طرف إيطاليا، وأيضا ليس فقط من جانب إيطاليا، من جانب بلدان أخرى. أندريا بونيني، سكاي تي جي 24. سؤال للرئيسة ميلوني فيما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر اليوم على في مجال الطاقوي.
ما هي النواحي الأخرى، القطاعات الأخرى من الاقتصاد التي يمكن أن تتطرق إليها فيما يتعلق بخطة ماتي بالنسبة لأفريقيا التي تحدثت عنها؟ في أي مجال يتم العمل عليها، وباتجاه أي بلدان يمكن أن توجه هذه الخطة؟ شكرا، شكرا لك. فيما يتعلق بالقطاعات الجديدة، أنا أشرت إلى بعض القطاعات الهامة والأساسية التي ننوي أن نعمل عليها تماشيا مع مصالحنا. هناك مسألة البنى التحتية، موضوع البنى التحتية الرقمية، ومواضيع أخرى تتعلق بالتحديث. أفكر في المجال الطبي الحيوي والاتصالات، هناك مجالات كثيرة نعمل عليها، وأيضا التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات مشابهة. نريد أن نعزز ونقوي هذه الاتفاقات والمذكرات التي تم التوقيع عليها مؤخرا، تظهر ذلك في المجالات استراتيجية مهمة. نحن لدينا أحلام كبيرة، و بعد ذلك فيما يتعلق بخطة ماتي كمرحلة أولى، نحن نركز على الناحية منطقة المتوسط. بالطبع أفريقيا الشمالية تصبح لديها الأولوية، والجزائر بالطبع لديها الأولوية لأنها الشريك الأكثر استقرارا والأكثر استراتيجية، ويمتد شركتها على مدى طويل. هناك بلدان أخرى نقوم بزيارات أخرى في بلدان أفريقيا الشمالية أيضا في الأسابيع المقبلة، لكن لا يسعنا إلا أن ننطلق من شريكنا الأساسي في هذا البلد وننطلق إلى بلدان أخرى، حيث هناك ربما أوضاع سياسية أكثر تعقيدا. نحن هنا كما ذكر الرئيس تبون، حاولت أن أشير إلى ذلك فيما قبل، هناك أزمات، وفي هذه الأزمات توجد فيها أيضا فرص. مثلا فيما يتعلق بالجزائر وإيطاليا، إزاء الأزمة الطاقوية الكبيرة التي تعيشها أوروبا بنوع خاص، الجزائر يمكن أن تصبح رائدة على الصعيد الأفريقي وعلى الصعيد العالمي أيضا. وإيطاليا هي باب دخول هذه الطاقة والتوريد الطاقوي الأوروبي. نحن اليوم عندما نتحدث عن خطة ماتي لأفريقيا نفكر في المقام الأول بالمجال الطاقة، لأن إنريكو ماتي كان ضليعا في مجال الطاقة، وهذا أيضا نموذج للتنمية للنمو في أفريقيا وللتعاون، نموذج ينبغي أن يسمح للبلدان الأفريقية أن تنمو بفضل ما تملكها هذه البلدان، بفضل مقاربة لا مقاربة تفرض نفسها من بلدان خارجية. هذا هو نموذج التعاون، إنه رمز بالطبع ويعكس ما نريد أن نفعله مع بلدان أخرى. هذا ما نعمل عليه، وهناك ردود فعل ممتازة. هناك بلدان كثيرة تنتظرنا بفارغ الصدر، ونحن سنتصرف. سؤالي للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عاطف قدادرة، قناة الجزيرة. السيد الرئيس، منذ بضعة أشهر ترسمت بين الجزائر وإيطاليا شراكة استراتيجية. اليوم السيد الرئيس، ما هو القطاع الذي يمثل الأولوية بالنسبة إليكم لتجسيد هذه الشراكة؟ شكرا. شكرا. هو في الحقيقة الاتفاقيات الموجودة بيننا وبين الدولة الصديقة إيطاليا لها اليوم ذكرى 20 منذ إمضاء اتفاقيات شراكة وحسن جوار وتفاهم في كل القطاعات. بالنسبة للأصدقاء في إيطاليا، طبعاً اللي يهمهم كثير هو الطاقة، الغاز بالأخص. هنا الممول الأساسي هم من خلال إيطاليا. أتمنى باش مع الأصدقاء الإيطاليين فوت المرحلة أخرى، هو جعل من إيطاليا محطة لتوزيع طاقة في أوروبا، سواء الكهرباء أو الغاز. ولما نقول الغاز ماهوش إلا الغاز الطبيعي، وكذلك الهيدروجين، الأمونياك إلى آخره. بالنسبة لنا احنا عندنا تجربة كبيرة
في استهلاك الصناعة الإيطالية، وإحنا بالتقريب كل الجزائريين اللي استثمروا في هذه الصناعة يعني مرتاحين، لأن إيطاليا اختارت بالنسبة لنا يعني حسب تحليلنا اختارت طريق سليم للوصول إلى ما هي اليوم قوة صناعية، الصناعة المتوسطة والصناعة الصغيرة، وهذا نموذج نقتدى به. واليوم بالتقريب أغلب الصناعات الغذائية اللي موجودة في الجزائر كلها إيطالية بالتقريب، بنسبة 90% إيطالية. بالنسبة كذلك الميكانيك والتركيب في انتظار التصنيع الميكانيكي، عندنا شركة فيات اللي بدأت يعني في فتح الورشات نتاعها، وعن قريب جدا في شهر مارس تخرج يبدو التصنيع نتاع السيارات وتسويق نتاع سيارة فيات الكهربائية وغيرها. بالنسبة إلى كذلك الدراجات النارية باش ننطلق كذلك في إنتاج دراجات نارية فيسبا في قلمة مع بعض في مصنع الجزائري في قلمة، ونمر إن شاء الله مراحل أخرى. مهم إحنا نحاول مثل ما قالت السيدة رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة ميلوني، إحنا نحاول نوسع إلى أوسع ما يمكن تعاون بيننا من الفضاء حتى الأرض إن شاء الله. شكرا. Grazie. Grazie.